لقائكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي بروبليم رياضي غادي نناقشوا من خلاله فوز فريق الرجاء الرياضي على اتحاد طنجة بهدفين دون مقابل خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالمركب الرياضي محمد الخامس هنا بمدينه الدار البيضاء برسم الجوله السابعه لحساب منافسات البطوله الاحترافيه وكذلك سنتحدث حول اللقاء القادم للمنتخب الوطني المغربي لاقل من 20 سنة واللي ياخذ مواجهات كأس أمم إفريقيا للاعبين الشباب التي تقام حاليا بموريتانيا والحديث حول هذا الموضوع مواضيع أخرى ينضم إلي محل القناة زميلي محمد أرمونس محمد مرحبا بك مرحبا بك خويا وقبل البدء في هذه الحلقة وللتذكير فقط لكل من أراد أن يشارك معنا في هذه الحلقة المباشرة <applause> ما عليكم سوى الاتصال بنا عبر الرقم الهاتفي للبرنامج أو المشاركة معنا عبر الصفحه الرسميه للقناه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سي محمد فريق الرجاء الرياضي ربما يحقق العلامه الكلمه خلال اللقاء الذي جمعه هذه الليله امام فريق اتحاد طنجه بهدفين دون مقابل السعداوي وكذلك بين مالونغ اهدى فوزا مستحقا للفريق الاخضر جعل من خلاله النسور الخضر يزاحمون الوداد على صداره الدوري برصيد 17 نقطه ومباراة كانت فتوحة ومباراة كانت جميلة كانوا فا كان في واحد الإيقاع اللي مرتفع اللي كنا تنتسناوه هادشي اللي كنا تنقولو مع مع تا الدورات غنشوفو واحد الريتم اللي بدا يطلع آه شفنا بان الفرق بجوج مخرج لعبوا الكره بجوج تنقولوا شي على النتيجه آه واخا واحد في واحد الحيطه والحاضر كانت شويه من من اتحاد طنجه ولكن تنظن بان المقابلة كانت ممتعه وكان فيها اداء جيد كانت مباراه مفتوحه بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي تنظن بانه استطاع يترجم المحاولات اللي جاو الاولى على على طريق نحس عداوي ديما تيكون ممرر وحفيدي تنظن بان التمريره حفيدي كانت كما تنقولوا كانت مركزه عند لاعب النحس السعداوي بقات كما تنقولوا بقات المقابله في وسط الملعب في وسط الملعب كالريتم الفريق كما تنقولوا بغى ياخذ القلب ديال المباراه وسط الملعب كان واحد التنافس كبير تنعرفوا بان اللي اللي تيربح وسط الميدان هو اللي تيفوز تنظن بان فريق الرجاء البيضاء الساطع كما تنقولوا يتحكم في وسط المي... الملعب تنظر تكون عندك واحد اللاعبين اللي شباب وعندك من وسطهم واحد اللاعب عنده تجربه اللي هو اللي هو في الشوط الثاني عاوتاني نفس السيناريو يتكرر فريق الرجاء البيضاوي كما تنقولوا تيمشي بعطاك بلاصي باش يماركي نفس الشيء اللي كان تيقوم به اتحاد طنجه مباراه كانت جوي... كان جميله تنظر بان خطا ديال المدافع تي... 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 تيستغلوا الحفيظي اللي تيمتاز على الكره وتي وتي تمر واحد التمريره اللي تنقولوا حنا تمرين تمرين جيده للمالونغول حتى هو اللي قلت تنقولوا بواحد البروده البروده ديال الدم تشجل الهدف في الثاني تنظن بأنها مباراه كانت جيده وتنظن بان الفريق الرجاء بدا كان يستحق الانتصار أكيد ان فريق الرجاء محمد ربما ظهر بشكل مغاير عن المباريات السابقه خصوصا المقابله الاخيره التي جمعته بفريق اتحاد المونسيري هناك بتونس برسم الدور الفاصل المؤهل لدور كاس الكونفدراليه الافريقيه اليوم ربما الرجاء ظهر بشكل مخالف عن المباراه السابقه وتنظر في فشي كل فوز تقدر تبسح بزاف ديال الـ الـ الأشياء اللي كانت سلبية في مباراة ديال ديال تونس، تنظن اللاعبين دابا كانوا مركزين، لأن تتعرف بأن المباريات تيجيوك متتاليين في, في, في كل ثلاثة الأيام عندك مباراة، اليوم غيلعبوا مباراة، يوم الأحد غيلعبوا مباراة أخرى، يعني تنظن بأن المدرب كما تنقولوا تيبدا يدور الفريق ديالو وتيخلي اللاعبين كما تنقولوا المباريات اللي جايين. تنظن بان اليوم التركيبه كانت كانت كما تنقولوا تركيبه بشريه كانت كل واحد الانسجام دار دار بين اللاعبين تنظن في الجمهور خصو كما تنقولوا حنا خصو كما تنقولوا ما يبقاش الضغط على اللاعبين لان كل ثلاث ايام راه اللاعبين الله يحسن عوانهم راه ما تيكرهوش خص يكون عندك واحد المجموعه ديال 30 لاعب خصهم يكونوا في نفس المستوى اليوم تنقول بان فريق الرجاء البيضاوي خذا اهم حاجه هي 3 بوان وخذا كما تنقولوا الثقه ديال اللاعبين لان لان تتعرف ان شي واحد المباراه مباراه, مباراة كما تنقولوا تكون عليها بزاف ديال القيل والقال تجي مباراه من وراء اللي تتكون مباراه مباراه قمه بين بين الرجاء وطنجه اللاعبين عاوتاني تيدخلوا بانهم مضغوطين تيحقوا الانتصار عندهم دي شويه ديال الضغط وهذيا هذا هو الضريبه اللي تلعب في واحد الفريق كبير غتسالي اليوم مباراه اللي فيها واحد الضغط كبير غيجيك مباراه نهار الحظ جديده عاوتاني تنقولوا بانه مباراه تيكون فيها واحد الايقاع مرتفع يعني كل ثلاثة ايام عندك مباريات الله يحسن عون اللاعبين ديال الرجاء يعني راه البشر تا هما ولكن هذا الضريبة باش تلعب في واحد الفريق كبير بحال الرجاء كل ثلاثه الايام و على ثلاثه الواجهات تنظر هذا هو المكتوب على اللاعبين وخصهم يصبروا لانه هما اللي اختاروا كره القدم اختاروا فريق الرجاء البيضاوي يعني اللي غادي يلعب مع الالقاب ولكن اليوم تنظر بهذ تروا بوان غتعطيهم واحد اللاعبين واكيد ان هذا الفوز كان ينتظر الاطار الوطني جمال السلامي اللي كان عليه ضغط كبير سي محمد من قبل الجماهير الرجويه بعد التاهل الصعب ينصح القول لما اتحاد المونسيري لدور المجموعات. وتنظر بان جمال سلامي من وقع في عقد مع فريق الرجاء البيضاء وبكل مدرب ديال الرجاء عرف أنه كل مباراه عنده فيها ضغط جمهور ديال الرجاء ما تيرضاش على على المكسب تيرضى ديما على المكسب والاداء كما تنقولوا اداء خصو يكون كما تنقولوا كم ديال الفرجه هذا الشيء هو عارفه سلامي هذا الشيء اللي موصلوا اللاعبين وحتى اللاعبين عندهم كما تنقولوا عارفين هادشي الشيء تنظن السلام يلعب في الرجاء وعارف الضغط ديال الجماهير ودابا كمدرب تعرف الضغط ديال الجماهير لان فريق الرجاء كما تنقولوا الجمهور ديما تيبغيو يشوف الفريق ديالهم في احسن مستوى في احسن نتائج هادشي عادي بالنسبه لسلامي كما تنقول لك تيجري المباريات ديالو كل ماتش يجري الماتش ديالو تيدير واحد التغييرات في الفريق ديالو بعض المرات كما تنقولوا حنا اي انسان تيغلط مدرب تا هو تيغلط لانه راه انسان بحالنا تنظن بعد مرات تكون التشكيله اللي باغي يدير والافكار اللي عنده ما تنجحوش ولكن هو عارف الضغط من حد وقع مع فريق الرجاء البيضاء الضغط وعارف الجمهور الرجاء تيبغي النتيجه وتيبغي الاداء اكيد ان جماهير الرجاء تبحث دائما عن انتصارات في اي مباراه سواء في المسابقات المحليه او القاريه فوز الرجاء في لقاء اليوم غادي يعطي واحد الدفعه ايجابيه قبل اللقاء المقبل يوم الثلاثاء امام فريق الدفاع الحسني جديد فريق اللي يو يوم الثلاث مع جديده ربما اللقاء اللي غادي يعرف انا المباريات الدراجه الجديده غالبا ما كلاسيكو بحكم قرب المسافه اولا وثانيا فريق الدفاع الحسن جديد اللي رفعت الصحوه مؤخرا مب... آه وظهر بشكل مغاير بعد ما التوقف اللي طال البطوله الاحترافيه لفسح المجال للمنتخب الوطني المغربي المحلي للمشاركه في كاس امم افريقيا للاعبين المحليين. ومن طبيعه الحال ديما المباريات ديال الرجاء تكون فيهم كما تنقول في واحد الفرجه تكون فيهم الاهداف مباراة تكون مفتوحه لان الجديده تاهما تيلعبوا الكره وتيخرجوا يبغوا يلعبوا الرجاء تاهما تيبغوا الفريق اللي, اللي تيلعب معاهم الكره غنشوفوا كره جميله في ارضيه الملعب و... بان الدفاع الحسن الجديد فاز واحد مباريات جوج مباريات متابعين تنظن بان بداو تياخذوا الثقه ولاعبين واحد المباراه كبيره كما تنقولوا باش يزكيو كما تنقولوا الاداء اللي قاموا به في هذه المباريات ملاقين كما تنقولوا بطل المغرب في سنة الفارطه يعني انا تكون واحد المباراه كبيره نعرفوا ديما مباراة ديال الرجاء وجديده تنعرفوا تنعرفوا واحد المتعه في ارضيه الملعب اكيد ان كما قلت محمد مباريات ديال جديدة الجديده غالبا ماكش المباراه اللي كنشاهدوا من خلال الاداء وغالبا ما مبارا كتكون مباراه فيها اهداف قليل فين مباراه التعادل الجديده والرجاء لان الرجاء تنعرفوا بان فريق هجومي اللي يلعب اللي يلعب الكره اللي تلعب اتاك بلاس و تيمشي ديما تيبغي يفوز خارج ارضيه الملعب ولا في الملعب ديالو الدفاع الحسن الجديد حتى هما تنعرفوا فريق اللي تلعب الكره حتى حديثه المباراه غتكون قويه وطبيعي الحال الفريق اللي يكون مركز هو اللي غيفوز تنقولوا بان فريق الرجاء البيضاء خارج من واحد الفوز دابا عنده مباراه في لي عاوتاني يعني تنظن بان 90% ما تكونش نفس التركيبه البشريه لان المدرب غيجيب يجيب لاعبين اخرين كما تنقولوا غيعاون لاعبين اخرين اللي, اللي خلاهم اليوم يستراحوا تنشوفوا عوده بالحالي حتى هو اللي تالق في هذه المباراه بعد الدخول ديالو كان يسجل واحد الهدف اللي جميل بالذكاء ديالو يعني تنقولوا ما... 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 شي... تي تيبلاصي الكره ما تيتيرش يعني تيعرف تي... تي اش يدير في وسط مربع العمليات تنظر بان نتمنوا بان الريس حتى في يكون هذه المباراه حتى هذه المباراه اللي شفنا بين الرجاء وطنجه بان كاع المباراه يطلعوا فيها بحال في هكا لان تكون واحد الفرجة وتيكون الفريق اللي كما تقولوا الفريق اللي اللي قوي اللي غيفوز في المباراه اكيد وحتى في المقابل فريق اتحاد طنجه ما عرفناش شنو كيجرى داخل هذا دا الفريق فريق اللي بصم واعطى مؤشرات قويه مع بطوله مع انطلاق البطوله الاحترافيه شفنا فريق متجانس متكامل مع عوده الاطار الوطني للمرابط اللي عادت مع النتائج عكس الموسم الماضي إيه كنا كنشوفوا طنجة كيصارع من اجل البقاء ديما الاندية القسم الاحترافي الاول لكن هاد جوج مباريات الاخيرة ربما طنجة خارج النص ما بان هاد المباراة بعد الاخيرة اللي تفرجنا فيها اليوم تنظر بان كانوا في المستوى ديالهم شفنا واحد الفريق اللي متجانس شفناهم لعبوا الكرة لاعبين بواحد الهدوء عندهم لاعبين اللي متمرسين كما تنقولوا حنا ولاعبين اللي جيدين تنظر بان اللي 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 النتائج اللي تتغلب ديما تنقولوا اول حاجة تتسوى هي اش تنظن بان الهز... الهزائم والتيتي تتحسبوا ولكن تنظن بان لا خوف على طنجه لان اليوم قدموا واحد المردود كبير واحد المجهودات كبيره شوف على اللاعبين ولكن تنظن بان باش تلعب الفريق تلعب ضد واحد الفريق اللي... كبير حتى هو الرجاء يعني مثل كما تنقولوا هزيمه ولكن كما تنقولوا ما غيكونش بديك الطريقه لا تنهزم واحد الفريق اللي عادي اللي بحال بحال تنظن بان في الدار البيضاء ضد الرجاء تنهزم تيكون حاجه عاديه. صحيح غياب الجماهير محمد على هذا اللقاء ديال اتحاد طنجه والرجاء الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا بالبلاد ربما شفنا اللقاء غاب شي الحماسيه كنعرفوا اللقاءات اللي كتجمع بين اتحاد طنجه والرجاء ولا كذلك تانجا طنجه وفرق الشمال بفرق ديال مدينه الدار البيضاء غالبا ما تكون مباريات بطعم اخر مع الجماهير وتنظر من, من من صعود فريق اتحاد طنجه للقسم الاول تنشوفوا الجماهير ديالو تمشي مع اي اي ملعب ولا اي مدينه اللي تيلعب فيها كان اليوم يكون كان الجمهور كنا نشوف واحد الجمهور اللي غافير من 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 جماهير الرجاء وجمهور غيجي من مدينه طنجه كان يكون واحد الجو كما تنقولوا فرجوا في ارضيه الملعب تنعرفوا الاغاني ديالهم تنعرفوا التيفوات تنعرفوا بزاف الاشياء تنديروا تنظن بانه من المباراه تحرمات من الجماهير ولكن دابا احنا واحد خمس شهور وحنا تنقولوا هذا الشيء ديال الكورونا يعني ولا حتى اللاعبين كما تنقولوا اقلموا مع الاجواء ديال 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 المباريات غياب كيغياب الجمهور دابا نشوف من القدام ولا شغل الجمهور واش اللاعبين غيركزوا غي عليه غي... ولا ما يركزوش لانهم ما لعبوش قدام الجمهور واحد خمس شهور ولا ست شهور تقريبا تنظن بان اللاعبين دابا تاقلموا مع غياب الجماهير ولكن ديما تنقولوا بان الجماهير تعطي الحلاوه الكره تعطي واحد المتعه تعطي القيمه ديال المباريات حتفرق بين فريق وفريق هو الجمهور ديالو هو اللي تدعمهم هو اللي كما تنقولوا تزيدهم من القدام. صحيح نمشيو أه نمشي و... ونتفاعلوا شويه مع بعض التعليق ديال المشاهدين الكرام عبر الصفحه الرسميه لقناه شفتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هذا هشام تيقول طنجه كانت دون المستوى لا خطه لا لعب بحال بحال الا ما جاوش انا تنظن بانهم طنجه ال... اليوم كانوا في المباراه تنشوفوا بان وسط الميدان والدفاع الهجوم كان متقارب تنظن بان ال... ال... كما قلت لك في الاول لان لأن طنجة غتلعب ضد ضروري غتبدل من خطة اللعب ديالها لأن ما يمكنش تلعب اللاعب اللي مع جميع الفروق تنظر بأن اليوم الراجا كانت كما تنقولوا حسموا في المباراة قدروا له أهداف وتنظن ديما تيكون الخطر ديما من حافيدي لأن عندك واحد اللاعب اللي في مفتاح ديال المباريات تنظن هو ديما تيعطيك تيعطي الحلول الحلول الكثيرة اليوم شناه جوج مرات طنجة خلاوه خلاو كما تنقولوا بلا ماركاج بلا والو غير في ايقاع ديال المباراه صحيح وان ربما حفيدي كان لاعبا مؤثرا في اللقاء اليوم ومشي في اللقاء اليوم أسم محمد وانما في مجموعه من المباريات هذا عمر تقول كي جاك المكاسي اليوم كان ما تنظر بانه لاعب كبير لاعب اللي عنده واحد التجربه كبيره تنظر صعيب تاخذ الكره من رجله وعنده واحد ثقة كبيره في, المهارات ديالو تنشوفو تيخرج تياخذ الكره مش عليها تياخذ الكره وتعرف كما تنقولوا امتى راهو إمتى يمر الكره عنده واحد اللعب السهل ممتنع لاعب اللي تيبان لك في ارضيه الملعب اللي تيبان لك بانه ضعيف ولكن فاش ياخذ الكره تعرف يمشي تبلاصه لاعب اللي قوي <applause> لاعب نقدر نقول اليوم واحد الدور محوري في ف... ف... وسط الميدان ديال فريق رجاء البيضاوي تنظن بانه لاعب اللي غايقول الكلمه ديالو خصو كما تنقولوا الفرصه تبقى تعطاه بزاف ديال المباريات هادشي بطبيعه الحال سلم ولكن المجموعه هو اللي غيعرف اللاعبين ديالو في الوسط ولكن تنظن بان مباراه اليوم دوز واحد المباراه اللي كبيره تنظن بانه من فاتح ديال وسط الميدان ومن فاتح ديال الفوز اليوم صحيح هذا عبد المطلب بس محمد يقول مقابلة متكافئة أخطاء دفاعية وتمريرات خاطئة يستغل الرجاء في إحراز الهدفين وكرة قدم راهي هذه لما درتش أخطاء رتحت رقمات ماركي تنظر بأنه اللي تعرف يستغل الأخطاء أول شيء ماركي تنظر بان ضربه زاويه الحفيظي كما تنقولوا على غفلان المدافعين لعبه كيلعبها مع اللاعب اللي حداه وعاوتاني الشوفه ديالو باش اللاعب الموس واحد المجموعه بان التمريره كانت حاسمه تسجل هدف من نحس السعداوي نفس الطريقه في الهدف الثاني تيخطف المدافع وتيمر واحد التمريره المالونغو تيسجل تنظر كره الاخطاء كره القدميه الاخطاء ولكن تنظر بان هاد المباراة عطاتنا بعد واحد الريتم واحد واحد اللعب مفتوح تنتمنوا بان الريتم ديتها شوية ان شاء الله. صح هذا هشام يعود وهو يتشبت بالموقف ديالو سي محمد تيقول لك لا اتفق مع ارمومنت طنجة كندو المستوى. هذا الراي ديال. كله الراي ديالو انا تنقول الشوفه ديالي وعندي شوفه ديالي عاوتاني كله شي يقول هذا الملعب ولكن تنقول بان م... الا كان هو تيشوف طنجه يتفرج فيها بزاف حيت تفرج في طنجه بزاف الا كان عندي كما تنقول الوقت باش تشوف ولكن تنظن بان اليوم قدموا واحد المستوى جميل الا كان هو تيتفرج في طنجه وكان تيقدموا احسن من هذا المستوى نتمنى ان شاء الله رجع ديال. تمنى تمنى للمستوى ديالو اكيد هذا ما نتمنى نتمنى عوده فريق اتحاد طنجه للمستوى الذي ظهر به في منذ انطلاق البطوله الاحترافيه ربما تفارق رجاء رياضي محمد غير مجموعه من الاسماء دخل بن وحسعداوي اسلامي كلاعب اساسي من المكازي وكذلك هو التوظيف ديالو عطى واحد الاكل ديالو ربما الرجاء الرياضي بدا كيلقى النسق ديالو مع كثره المباريات واكثر المقابلات تكريتم ديال المباريات الثقه اللاعبين اليوم تنظر بان التغييرات ديال 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 السلامي كانت في المحل ديالها لان اللاعب اللاعبين اللي في وسط الميدان كما تنقولوا لعبوا ثلاث المباريات متتاليه تنظر بانهم أعطاهم عطاوهم كما يرتاحوا شويه دخل اللاعبين اللي يلعبوا اليوم تنظر بانهم قدموا مستوى كبير آه هذه هي الفريق الكبير ان اي لاعب خصو يدخل خصو يبين على الامكانيات ديالو ما يبانش لك الفرق بين اللاعب اللي غاب واللاعب اللي حاضر تنظن بان اليوم وسط الميدان تنظر تنظن بانه الشغيرات في وسط الميدان مذكور توقع بواحد المقابله كبيره بعد الاصابه ديال الاريال كوش اللي... ديال الرجاء دخل السكحان قدم حتى واحد المستوى واحد المستوى مستوى كبير قد اللاعب شاب قدم واحد المستوى كبير تنظن بان التغييرات اليوم كانت كما تنقولوا قدمت الاضافه الرجاء اكيد آه... ان التغييرات اللي قام بها السلامي اعطات الاكل ديالها هي آية آية هي باش نكونوا را... راه راه تت... البلاد السلامي غنقولوا بان التغييرات طيب المفعول ديالو <applause> راه فاش شي اللاعبين هو ما تيعرفش بان اللاعب ما غيكون يكون ناقص ولا ما يكونش في المستوى ديالو اي مدرب عنده واحد الافكار ديالو تيطبقهم تيحطهم على ارضيه الملعب يقدروا ينجحوا ويقدروا ما ينجحوش اليوم تنظن بانهم اليوم نجحوا قدموا مستوى كبير مقابل اخرى عاوتاني غيديروا واحد التغييرات لان تلعب على ثلاث الواجهات ما تقدرش تلعب 11 لاعب كلهم واحد العشر المباريات متتالية دور خصك تدور الفريق ديالك تنتمنى بان اللاعبين كلهم يكونوا حاسين بهذه المسؤوليه لان اي لاعب فريق رجاء بيضاوي غتجي الوقيته ديالو غيلعب لان ما تقدرش تلعب ب 11 لاعب و 12 لاعب لان عندك تلعب ثلاثه الوجهات صحيح وحتى الفوز دائما ونقول الفوز اليوم عطى مجموعه من الاشياء ايجابيه لفريق الرجاء الرياضي وكذلك سلبيه بالنسبه لفريق اتحاد طنجة بين ايجابيات هذا الفوز وان فريق الرجاء الرياضي ربما زاد من الخناق على فريق الوداد الرياضي الغريب التقليدي ديالو وبالتالي اصبح الفريق هو نقطه واحده الوداد متصدر أصل نقطه ثم الرجاء 17 نقطه و هذا كما تنقولوا كل فريق تعرف كما تنقولوا تلعب على المكان اللي اللي خاصه تنظن انا رجع البيضاء ولا الوداد بحال الفرق كبيره بحال الجيش بحال بحال طنجه بحال بزاف ديال الفرق اللي اللي على المراكز الاولى تنظن بان فاش يدير المباريات الا بغيتي تلعب على التنافس على الالقاب ما خصكش تزقل حتى مباراه لان فاش تضيع المباراه الفريق الاخر كما تنقولوا فريق خصم ديالك تيولي فيه تكبر النقاط هي هذه هي الضريبه ديال, ديال, ديال دي تلعب في واحد الفريق كبير نهار الفريق كبير تيكون مزيان خصو يربح نهار اللي يكون ضعيف خصو يربح هذو هما الفرق الكبيره اللي باغي يلعبوا على الالقاب صحيح واكيد ان الفرق والانديه اللي كتلعب على الالقاب فلازم انها تجاسر في جميع المباريات جميع جميع داخل اللاعبين الا كان اللاعبين اون فورم كما تنقولوا حنا واللاعبين داخل في ارضيه الملعب خصهم يفوزوا بمقابله الا ما كانوش في نهارهم خصهم يربحوا بالذكاء لانهم فريق كبير صحيح ونتمنى كل التوفيق لفريق الرجاء الرياضي وكذلك فريق اتحاد طنجه فريق اتحاد طنجه اللي غادي يلاقي في الجوله الثامنه فريق مولوديه وجده لقاء ربما صعب نظرا ان مولوديه وجده الفريق اللي كيبحث كذلك على نقاط المباراة الثلاث في خلال المباراة الأخيرة كنعرفو أن مولودية وجدة ربما مع الإطار الوطني السابق تسلم ودو حقق نقطة واحدة من أصل ستة أو خمسة المباريات فالآن اتحاد أو مولودية وجدة كيبحث أنه يعوض ديك النقاط اللي ضاعوا ليش أن شأن إتحاد طنجة اللي ربما اثبت يحقق نتائج سلبيه خلال الدورات الماضيه وتنظر بان الفرق كلهم دابا تجمعوا النقاط لا اللي انهزموا ولا فازوا لان كما كنقولوا ديما لان في لا هي المباريات ديال الجمع كما كنقولوا جمع اكثر اكثر عدد من النقاط باش كما تنقولوا في الروتور تلعب مرتاح وفي الروتور تبقى كما تنقولوا تجيري المباريات ديالك على حساب التنقيط اللي فيها انت وعلى حساب المرتبه اللي فيها انت تنظر بان اي فريق تلاقى معاه في الدورات هادو اي يتلقى يتلقى باغي 3 بوان باش يلتحق بالمقدمه يتلقى باغي 3 بوان باش كما تنقولوا باش يحيد من, من من المراتب المتاخره تنظر كاع المقابلات اللي يكونوا جايين دابا كاع مباريات قويين غتلعب ما فروق يا محتاجه 3 بوان كما تنقولوا باش يصعدوا يا 3 بوين باش 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 يفلتوا من 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 مؤخره الترتيب صحيح بعيدا عن جو المنافسات على مستوى البطوله الاحترافيه اسم محمد سنتطرق كذلك والحديث حول المنتخب الوطني المغربي لاقل من 20 سنه واللي كترف على التدريب ديالو الاطار الوطني زكريا بو الذي يحقق نتائج ايجابيه مع المنتخب الوطني المغربي لهذه الفئه المنتخب بعدما تصدر المجموعه الثالثه برصيد سبع نقاط الان يواجه في دور ربع نهائي منتخب قوي المنتخب التونسي وتنظن ان المنتخب المغربي قدم واحد المستوى كبير في ثلاث مباريات في دور المجموعات فاز المباراه الاولى تعادل المباراه الثانيه مع منتخب اللي قوي اللي هو غانا وتنظن بان ديك المباراه ضاعت لنا اللي كنا بها لان قدموا واحد المستويات كبيره المباراه الثالثه كما تنقولوا لاعبين تنفسوا فاش ديما تيكون عندك واحد الضغط كبير في المباراه في المباريات الاولى تنظن فاش فازوا في المباراه الثالثه تحيد عليهم بزاف ديال الضغوطات شفناهم قدموا المستوى ديالهم قدموا طريقه اللعب ديالهم بواحد الارياحيه فازوا بثلاثه ديال الاهداف تنظن بعد 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 التاهل دابا خصنا نصور المباريات لانهم مباراه اليوم الماضي خصنا نفكروا في مباراه ديال تونس تنعرفوا المباريات اللي تتكون مباريات الديربي العربي ديما تيكون تيشام افريقيا تيكون عندهم واحد المستوى كبير تيكون عندهم واحد لل... كما تنقولوا حنا واحد المباراه اللي تنعرفوا عندنا واحد المباراه اللي غتكون قويه بين المنتخب المغربي والمنتخب التونسي اللي ما الديربي العربي تيكون تعطيك واحد المستويات اللي مرتفعات يعطيك واحد التنافسيه كبيره تنظن بان المنتخب المغربي قادر ان شاء الله بعد فوز بهذه المباراه يكمل على الطريقه والشغل الشغل اللي قمنا به في المباريات الاولى غنقدروا نفوزوا بواحد السهوله لان الحمد لله عندنا لاعبين اللي جيدين لاعبين عندهم واحد كبيره بينوا عليها في المباريات الثلاثه اللي في المجموعات وسيرتوا في المباراه الاخيره لانهم كما تنقولوا لعبوا بواحد الاريحيه تتمنوا بانهم هذه المباراه هذه يدخلوا وان شاء الله يقدموا المستوى المستوى ديالهم اللي قدموه في مباراة أخرى ومن طبيعه الحال لك بان المباراه نقدر نفوزوا بها لان عندنا واحد اللاعبين وعندنا واحد الجيل ان شاء الله اللي غير فكرنا في الجيل ديال البطوله ديال كاس افريقيا اللي اللي تقامت في فاس وتنظم فاس ممكن ولا فاسهم كناس اللي داو المنتخب الوطني يعني. تنتمنى ان شاء الله تعادو يحقوا هذا اللقب هذا لان الحمد لله في الشغل اللي قام به زكريا والجهود ديال الجامعه الملكيه المغربيه اللي موفره لهم جميع الظروف تنتمنى ان شاء الله من زكريا تنعرف غيرينتا ديال زكريا هنا غيوصل اللاعبين هاد غيرينتا اللاعبين تنتمنى ان شاء الله يفوزوا بهذه المباراه لان مباراه اللي غتوصلك النصف النهائي واكيد مصير في المنتخب الوطني المغربي لاقل من 20 سنه الذي حدا نفس الحظ المنتخب المحلي اللي توج بلقب الشان قبل ايام قليله من الان فالمنتخب الوطني للشبان اللي كيشرف اللي زكريا حصل على سبع نقاط من اصل ثلاث مباريات في سيناريو مشابه لمنتخب عموجا كنتذكرو ان المنتخب الوطني المغربي للمحليين انتصر في اللقاء الاول تعادل في اللقاء الثاني وانتصر في اللقاء الثالث وكذلك بالنسبه لمنتخب أبو انتصار في اللقاء الاول والتعادل في اللقاء الثاني ثم الفوز على المنتخب التنزاني في اللقاء الاخير بثلاث اهداف دون مقابل هذه حصيله المنتخب الوطني المغربي للاعبين الشباب اللي تحصلوا على سبعه نقاط وبالتالي غيواجهوا المنتخب التونسي اللي احتل المركز الثاني في المجموعه ديالهم ونتمنى ان شاء الله يمشوا بنفس السيناريو هذا اللي تنقولوا تكون فرحه لنا ان شاء الله الا حققوا في السيناريو هي اه تتبقى الكوب دافريك للمحليين كما تنقولوا ما كانش فيها واحد الريتم كبير الا الفرق اللي كما تنقولوا لعبنا ضدهم الحمد لله كنا كما تنقولوا كنا قويين عليهم لا فيزيك ولا تاكتيكمو ولكن تيبقى ديما البطولات ديال الشباب تيكون واحد عنده واحد النكهه خاصه لان هاد اللاعبين تيكونوا المستقبل ديال 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 الكره المغربيه ولا الكره ديال الدول ديالهم يعني تكون في واحد الايقاع كبير كاع اللاعبين تيبغيو كما تنقولوا يبينوا على الامكانيات ديالهم تيبغيو كما تنقولوا حنا يثاروا الاسماء ديالهم يعني غيكون واحد البطوله قويه يعني ما خصناش نقارنوا هذه بهذه دي. لان المنتخب الوطني للاقل من 20 سنه عندنا لاعبين اللي مزيانين عندنا لاعبين اللي جيدين تنتمنوا ان شاء الله بانهم كما تنقولوا حنا يركزوا وتكونسونطرو على هذه المقابله هذه لان انا شفت المباريات ديالهم فريق اللي كما تنقولوا هو اللي تيفرض الايقاع في المباراه عندهم شخصيه قويه تنتمنوا ان شاء الله هذه المباراة دي فرضوا الشخصية ديالهم ويفوزوا في المباراة. أكيد جوج ديال دي محمد كانت مبرمجة هذا اليوم عن نفس الدورة المسابقة المنتخب الكاميروني يخرج رسميا من هذه المسابقة بعد الهزيمة ديالو على الضربات بالضربات الترجيحية المنتخب الغاني اللي كان كذلك توجد نفس مجموعة المنتخب الوطني المغربي وأحد المرشحين للظفر بهذا اللقب اللقاء انتهى بالكاميرون بين الكاميرون وغانا بواحد واحد مشوا للضربات الترجيحية اللي كانت لصالح المنتخب <applause> الغاني ولقاء اخر يجري في هذه في هذه الاثناء بالضبط بين بوركينا فاسو واوغندا المباراه انتهت بنتيجه 0 0 والان دابا حاليا محمد كيلعبوا الضربات الترجيحيه غادي نرجعو نعطيو النتيجه ديالها بعد دقائق قليله من الان اذا يوم الجمعه ويوم غد محمد المنتخب الوطني المغربي يواجه بدايه من الساعه الخامسه مساء حسب التوقيت المعمول به هنا بالمملكه المنتخب التونسي ثم لقاء اخر غادي يجمع في الثامنه ليلا جمهوريه افريقيا الوسطى وغامبيا ربما منتخبات ما نقولوش ضعيفه ما نقولوش قويه ولكن منتخبات لا باس بها اللي كتنافس على التاهل الى المباراه النهائيه منتخبات عاديه وربما من المنتخب الوطني المغربي وحظوظ المنتخب الوطني المغربي اللاعبين الشباب هي كبيره من اجل ظفر بهذا اللقب. والمشكل اللي كان بزاف عند اللاعبين ديال المنتخب الوطني ماشي هذا من زمان كان هذاك المشكل ديال السن لانك تلعب مع واحد اللاعبين اللي تيكونوا في من اعمار كبيره وتيلعبوا معك في, 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 في المراحل السنيه هذه المشكله تنظر بانها بدات تنقص بزاف في القاره الافريقيه من دابا تنعرفوا بانه بزاف ولاو بزاف ديال كما تنقولوا بزاف ديال الناس يديروا كما تي تي قوي العمار السنية دي. لهم كما تنقولوا تيبقاو يقلبوا على الاعمار السنيه ديالهم على تلعب واحد واحد انت في 16 عام عام تلعب عام كان مشكلة الكبيره اللي كانت في افريقيا تنظن بان دابا بدات كما تنقولوا بدات تحيد بزاف ديال بزاف بزاف دشي تحيدوا من هادشي ديال تغيير الاعمار ديال اللاعبين تنظن بان دابا الكره الافريقيه تنظن ماشي المنتخبات القويه هما اللي تي اللي تكون عندهم كما تنقولوا لاعبين المنتخبات ديال الشبان هما اللي تكون عندهم المنتخبات قويه تنشوف بزاف ديال المنتخبات الافريقيه اللي تسيدوا في افريقيا وفازوا ببطولات عالميه وصلوا للمباريات النهائيه في كاس العالم للشباب تنظن بان حنا وقت الكره المغربيه لاننا في طريق كما تنقولوا في طريق الطريق الصحيح تتمنى اللاعبين هما كما تنديروا يزكيوا النتيجه ديال ديال, ديال المنتخب الوطني يزكيوا النتيجه ديال الفرق الوطنيه، نتمنى ان شاء الله حد موفق ويكونوا مركزين في هذه المباراه هذه لان غيدخلوا يدخلوا للتاريخ ديال الكره المغربيه ان شاء الله الا فازوا هذه المقابله لهما المدرب كما تنقولوا زكريا لان قام بواحد المجهود كبير لان ماشي عمل ديال نهار ولا ديال سيمانه، تنظن عمل ديال واحد اربع سنوات ولا ثلاث سنوات اللي هو تيشتغل معاهم، تنظن ان شاء الله يتوفق باش كما تنقولوا هذاك العمل ما يمشيش هباء اكيد وهذا ما نتمنى الناس محمد ونمشيو نتفاعلوا شويه ما بعد المعلقين عبر الصفحه الرسميه لقناه تشوف تي في على موقع التواصل في الاجتماعي فيسبوك <applause> عبد الرحيم تيقول او هشام تيقول ما بقاش ذاك المشكل ديال الزوار الاعمار والحمد لله. ورا هذا هو المشكل اللي كنت نقول لك لانك تلعب مع, مع انا بغيت نلقى واحد لعب معنا ف... 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 في كنا في المنتخب ديال الشباب لعب معنا واحد راه تنشوف فيه راه تي اه ماشي قد فلاج ولكن راه لاعب معك ما عندك كي وما عندك كده... فيزيكمو مغت ما 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 غاتمشيش معاه في الكوا يعني تنظن هذا هو المشكل اللي كان في القاره الافريقيه كانوا منتخبات اللي كانوا متسيدين في القاره الافريقيه ولكن راه كانوا الاعمار ديال اللاعبين ديالهم كبار وفاش راه بعض المرات تلقى بان التاريخ ديال اللاعبين 22 نف... لاعب 22 لاعب في نفس النهار في نفس الشهر زيدي الباسبور ديالهم لاعبين ضدك نفس, نفس النهار نفس الشهر والله العظيم نفس النهار نفس الشهر لاعبين معاك وتيبان لك اللعاب راه كبر منك ولكن تيلعبوا هذا الشيء فاش كانت باش تعرف بان الكره ما كانش في افريقيا تنقولوا في واحد الطريق تنظن بان دابا بزاف ولاو ديال التحليلات ولاو بزاف ديال الاشياء تي 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 تيقوموا لهم في في الفيفا لا في الكاف تنظن بان حتى كاس العالم تولوا تيقلبوا بلعاب بلعاب تعرفوا الاعمار السنيه ديالهم ولاو بعد الناس دابا ولاو تيخافوا ولاو كما تنقولوا تيركزوا على اللاعبين اللي في الاعمار ديالهم هذه هي المشكله اللي كانت كبيره في افريقيا تنتمنى ان شاء الله بان نتاثر من الكره الافريقيه ونشوفوا المنتخب المنتخبات اللي قويه هما اللي بداو يشاركوا في التدوره الاوروبيه واكيد واكيد مشكور الاتحاد الافريقي لكره القدم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبه اللي ربما اكتشفوا مع الفعاليات هما كانوا عارفين يا لا اكتشفوا اليات من اجل يعني يقيسوا الاعمار ديال دي كل لاعب ويعرفوا واش <applause> اللاعب مزور ولا لا انا تفاجات في زيارتي او رف... عندما رافقت البعثات تاع المنتخب المغربي هو مرشي ولكن هو لاعب <applause> لا ملي مشيت انا مع المنتخب بس محمد التنزانية مع المنتخب ايديسات تا... اللي كان كيشرف عليه انا ذاك في الاطار الوطني جمال السلامي المدرب الحالي لفريق الرجاء الرياضي فالبنيه الجسمانيه للمنتخبات التي كانت تتواجد في المجموعه التي اوقعت المغرب في... انا ذاك مع غانا والكاميرون فربما فال... اللاعبين كانوا كيبانوا كبار ما بينهم ما بينهم المنتخب بحال عمر كوميتي راه هادشي <applause> راه عشنا هادشي عشنا راه شفنا ماشي هادشي تنقول لك انا راه عشتو شفتو لك الناس يلعبوا مع هاد الفئات هادشي يبان لك واحد كيف فرق كيف فرق راجل, كيفر راجل, راجل كبير ولعب معاك كامل اللي كانوا ماشي ديال ديال كل ديال كل دوله والمنتخب مثلا الغاني مع اليمن والمنتخب المغربي على اليسر فانا كنا كندير واحد النظره من الفوق من لي كرادان كيبان لك راه بحال بحال هذا قلتي السنيور اللي تلعبوا مع الكادي هادشي راه هبطتي عنده راه هبطتي حداه راه راه تشوف ديك الماتشات مثلا ديال السنيور مع شوف سيور مع الكادر واحد كبير واحد صغير سيور مع الكادر عارف انت عندك واحد الحماس باش تلعبكم مباراه كي تلعب مباراه دوليه مع الناس اللي كبر منك بخمس سنين اللي كبر منك بواحد الخمس سنين ولا اربع سنين راه تكون كبر منك اربع سنين خمس سنين راه بزاف ديال الحوايج دي لا في التجربه لا في الجريه لا فيزيكمون لا بزاف حتى في الضربه ديال الكره تتكون 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 مبدله آه بعد الحمد لله فاش بدات الكره تتطور في افريقيا إحنا تنشوفوا دابا كما تنقولوا تنشوفوا النتائج ديالها ولا تنشوفوا المنتخبات اللي كنا تنعرفوهم ولاو تيتاهلوا تنتمنوا ان شاء الله بان هذا الشيء حي من القاره الافريقيه والمنتخبات اللي كما تنقولوا اللي تيعملوا تخدم انت وتشتغل وتقدم ودير كما تنقولوا بزاف ديال الاشياء المنتخبات ديالك ولكن غتجي ما لعاب اللي ماشي قدك قد فلاش تولي مشكله كبيره صحيح وهذا هشام تيقول عارفين غير كانوا مغمضين عينيهم كما قال راه قلت لك الناس كانوا عارفين عندك كيدير لهم هذا عمر اسمح محمد من تونس شوف <تسجيل> ديما تيبقى المباراه بين بين حنا والاشقاء في تونس تبقى مباراه كبيره تبقى كما تنقول دير بشمال اه دير بشمال افريقيا واحد التنافسيه تيكون بزاف ديال الاشياء ما تبغيش تخسر في هذه المباراه ولكن تنظن بان اللاعبين انا الحمد لله تفرج فيهم من المباراه ديال غانا تيبان لك بان اللاعب عندهم شخصيه تيقدروا يتحكموا في المباراه بزاف المباراه تيبان لك بانهم كما تنقولوا حاضرين في ارضيه الملعب تنتمناو ان شاء الله المباراه ديال تونس كما تنقولوا بأنها مباراه ربع نهائي ولكن تتبقى مباراه عاديه ما خصكش تدخل انت تتكبر المباراه بزاف تدخل وتدير كما تنقولوا هذاك الشيء اللي قال لك المدرب تديرو في ارضيه الملعب طبعا الحال بدا مبرد وان شاء الله يكون الخير اكيد انا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي لاقل من 20 سنه وأكيد انا زكريا عبوب اعد العده جيدا لهذا اللقاء يوم واحد فقط كيف المنتخب الوطني المغربي لمواجهه المنتخب التونسي نتمنى من خلال هذا اللقاء المنتخب يعبر للدور الموالي اللي هو دور نصف بان زكريا ابوب شارك في الفئات هذه كلاعب تنظر حتى هو تاهل اولمبيات كتنظن في في اثينا يعني عنده واحد التجربه كبيره يعني فاش تمر من واحد من واحد المرحله كتوصل واحد اللاعبين وتتعاود لهم بزاف الاشياء اللي قمتي بها انت وتتكون اصلا انت كما تنقولوا خدمتي ديبلومات ولا كما تنقولوا في بزاف ديال الاشياء اللي وليت تعلمتي لان تتغير العقليه ديال 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 دي 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 اللاعب المدرب ولكن تنظن أنك غتوصل لهم بزاف ديال الاشياء اللي دزتي من هذيك المرحله بزاف فاش دوز كما تنقولوا فاش توصل للمربع كما تنقولوا نصف نهائي الفرحه كبيره والناس كما تنقولوا الناس في المغرب تيفرحوا بك تدير الاسم ديالك خصك تضرب على المكانه ديالك خصك تضرب على الدرابو ديال المغرب يعني اللاعب اللي دوز المراحل كلها نتمنى ان شاء الله كمدرب يدوز هاد المراحل دي. صحيح، والاشاره فقط اسم محمد في المنتخب الاوغندي تاهل رسميا يعني قبل قليل من الان بعد فوزه بالضربات الترجيحيه 5 3 على المنتخب بوركينا فاسو كما تنقول لك بان باش تعرف المباريات القوية تنظن ان الفرق بجوج متاهلوا بضربات الجزاء تنظن بان تيبالك بان النيفو تقريبا تقريبا مقاد انا بالنسبه لي لقيت هي قيم هذه المباريات نقدر نقول بان المنتخب اللي بان بواحد الصوره جيده وصوره قويه هو المنتخب المغربي لانه كما تنقول اداء ثلاثة المباريات نفس الأداء تتحكم اه تي تحكم الرجل. تتسيد في المباريات ضد غانا كان يفوز تنظن بأن يا رب نتمنى من الله بأنهم يكملوا بهذا الريتم هذا وإن شاء الله يحقوا المبتغى ديالهم ويوصلوا لنصف النهائي لأن هذه المجموعة هذه كما كم قلت لك مجموعة اللي خصنا كما تنقولوا نتابعوها ونكملوها لأن بزاف ديال المجموعات جونا في المتخبات الوطنية, المتخبات تنظل المنتخبات الوطنية المنتخبات السنية وما متابعينهم تنظن بأن هذا المنتخب هذا راه قال رئيس الجامعة سي قال لهم بأنكم أنتم اللي غاتشاركوا في هذا كوب دافريك اللي جايه ان شاء الله العمل يبقى مستمر لان سمرار ديال العمل عطاك النتائج الفريق الاول صحيح سي محمد وعلى ذكر المجموعه اللاعبين فنتمنى من المسؤولين والمدربين ديال هذا اللاعبين اللي كيتواجد الان مع المنتخب الوطني المغربي انهم يعطوهم فرصه كنعرفوا ان اللاعب اقل لاعب عنده 20 سنه في 20 سنه في اوروبا راه لاعب كبر في المغرب مازال تنقول لاعب شاب فنتمنوا ان ياخذوا الفرصه ديالهم ويلعبوا مع الانديه ديالهم كلاعبين رسميين وربما خير دليل ان خدنا نوضعوا الثقه في اللاعب الشباب هو اللاعب الشاب لفريق اولمبيكا سفير الحديث هنا على صلاح الدين بنشول الذي يتصدر سبوره ترتيب هدافي البطوله الشرفيه وما تقدرش تفرض على المدربين ديال الفرق انهم يفوزوا ومن طبيعه الحال دابا كلهم تقريبا تيتريو مع الفريق الكيب برومير خصهم يضربوا على المكانه ديالهم لان ما يمكنش واحد اللاعيبه تجيبوها تلعبوا تنظن بان غتجي تضرب على المكانه ديالك آه من طبيعه الحال اللاعبين اللي جيدين غيشوفوهم دابا في المباريات غيكون عندهم كما تنقولوا واحد اللمسه في الفروق ديالهم آه خصو يجي يضرب على المكانه ديالو لان من بعد من بعد كاس افريقيا غتجي للمغرب وغتضرب على المكانه ديالك لانهم لاعبين فاش غتشوفهم كما تنقولوا ولا عرفوهم الجمهور غيولي عندهم واحد السي في ديالهم الناس غيبداو دي يسولوا عليهم ما تعطاهم طبيعه الحال غتعطى الفرصه ديالو ولا تعطوا الفرصه ديالو كما تنقولوا خصو يشد فيها صحيح وهذا هشام تيقول كنتمنى المنتخب يسالي الماتش في 90 دقيقه في الدور الربع وكذلك في دور النصف باش النهائي يكون بدنيا مزيان صحيح تنتمناو هذا الامنيات ديالنا كاملين ان شاء الله بانهم يحسبوا في المباراه في, الاشواط الاولى الشوط الاول, الأول والثاني في نهايه المباراه ولكن الى ما كانتش نتمناو ان شاء الله بان كما تنقولوا تاهل ولي اهل صح وربما تسمح من بعد القضيه اللي ذكر الزميل ديالنا او صديق ديالنا هشام المنتخب الوطني المغربي حسم اللقاء في 90 دقيقه فبالتالي غادي يكون اكبر المنتخبات المستفيده كنعرفوا ان المنتخبات الاهلي دابا لعبت 120 دقيقه الزين تقع زائد الوقت الوقت الاكسترا كما تنقولوا فهم لعبوا 120 دقيقه عكس المنتخب المغربي اللي مش حسم المباريات ديالو تاع الربع تاع النصف فغادي يكون لعب 90 دقيقه وما نقدروش نقولوا للمنتخب انت تدخل بواحد الريتم مرتفع لا حتى نقولوا حتى نتمنوا على حساب المجتمع المدني نكونوا مزيان يعني على حساب الجو ديال المباراه على حساب الريتم على حساب الفرقه تلعب معاه الفرقه عشان الجو في, في موريتانيا كتعرفوا و... كتعرفوا واحد الحراره كبيره كنشوفوا المباراه اللي تابعناها سي محمد فموريتانيا عندهم واحد درجه الحراره مرتفعه فنتمنوا انهم تنتقي على جبل تنتقي باش ما يستنزفوش واحد الطاقه كبيره ولكن الكره كما تنقولوا الفريق الخصم راجع لك الورا واحد البلوك كنت بقيت تلعب الكل كل الدنيا الساحات هذه ولا انت باغي كما ت... تسالي ت... 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 المباراه ولا تنهي المباراه في حد. لواحد لواحد الوقت معين وتخليك مثلا تنقولوا المساحه وراك تقدر ما تقدر ما تسجلش مباراه طوال تنظر بان ديك الساعات غناكل العصا في, 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 في اشواط اضافيه تنظن بان اللاعبين غيجيو للمباراه ديالهم ولا جات كما تنقولوا الا جاتك فرصه خصك تسجلها وديك الساعه غتلعب وتجري المباراه كما بغيتي صحيح هذا مصطفى تيقول المنتخب المغربي عنده امكانيات الفوز على المنتخب التونسي هو حنا تنقولوها ولكن نتمنوا ان هذا الشيء في ارضيه الملعب ان شاء الله يكونوا لاعبين واجدين ويقدموا لنا في ارضيه الملعب ولكن لا كما تنشوفو لاعب بلاعب تنظن بان المستوى ديال المنتخب المغربي مستوى اللي كبير عندهم لاعبين جيدين ولكن نتمنى ان شاء الله بان هذا الشيء ان شاء الله في ارضيه الملعب يتوفقوا في ارضيه الملعب. صحيح نتمنى كل التوفيق سي محمد لهؤلاء اللاعبين الشباب من اجل ابراز المواهب ديالهم ولما لا الظفر بهذا اللقب. ولكن اللقدر. ولكن خصنا ننسوا ان راه من زمان ما تاهلنا لدور الربع تقريبا من من كما قلت لك من اللي 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 كوب دافريك اللي نظمنا هنا في المغرب ما تاهلنا لهذا الدور هذا تنطلب بعد اللاعبين الحمد لله قاموا بواحد المجهود كبير دابا وصلوا للربع النهائي تنتمنى ان شاء الله يزيدوا وصلوا للنصف النهائي وتنتمنى ان شاء الله يكونوا في نهارهم في المباراه نهار. صحيح شنو نخدمه مكالمه اخرى سي محمد راه السلام عليكم الو الو وي السلام عليكم وعليكم السلام وي بغيت نعطي راي الو ربما انقطع الخط بهذه المتصله لأمل ان تجدد الاتصال بنا مره اخرى هذا يونس يقول بغينا نهضروا بالتليفون علاش ما تلقينش التليفون لا خويا فالخط الهاتف لا هو بلوك لا عند عبد الرحيم تيقول نتمنى من المنتخب يكون بدنيا مزيان حيت الفريق التونسي صعيب من الناحيه البدنيه المزيد من الحذر هنا كنعرفوا قمة الفريق ديالنا وهي احنا حنا خصنا نعرفوا بانه نلعبوا ضد واحد الفريق التونسي باللي قوي قال آه سنضرب ضد واحد الفريق التونسي نعرف حنا تنعرفوا الكره التونسيه لانهم عندهم واحد الخبز كروي اللي يقدروا يرجعوا لك وراء ويلعبوا لك على المضاده علاش قلت لك انا بان المنتخب ما يلعبش الكل للكل تيلعب بواحد الحضار وديما كما تنقولوا يلعبوا تيخلي التغطيه وراء الظهر ديالو لان ان اي خطا غنديرو المنتخب التونسي من الفرق اللي تيستغلوا الاخطاء وزكريا عارف هذا الشيء هذا لانه ديجا لعب ضدهم وديجا كلاعب لاعب لعبد الدوم وكمدرب لعب الدوم تنظن بان المنتخب التونسي بحال داك الملاكيم اللي ديما تيبقى تيتسناك واي وقت يعطيك الضربه الضربه القاضيه وحنا دابا ولينا عارفين الكره التونسيه تنتمنى بان اللاعبين يسيروا المقابله وما يلعبوش الكل الكل وما يخليش ما يخلوش فراغات ولا ظهرهم لان المنتخب التونسي تيستغل هذه الفراغات صحيح سبعه انت كلاعب سابق وكذلك مؤثر للاعبين الشباب شنو هي رسالتك لهذا المشهد اللاعبين الشباب؟ وتنظن هذا اللي قلت لك دابا لان اللاعب الشاب تيبغي كما تنقولوا تيبان لي واحد واحد المباراه اللي غتوصلك لواحد المباراه النهائيه تيبغي يلعب الكل للكل كما تنقولوا تيبغي يسجل اهداف كره القدم ماشي يسجل اهداف كره القدم هي نسجل اهداف وما تيسجلوش عليا الاهداف تنركز على داكشي اللي قال لي المدرب ما تلعبش كما تنقولوا بشكل فردي ما تبغيش نلعب على الاسم ديالي تبغي نلعب على اسم المجموعه والحمد لله هادشي كاين في الفرقه اللي شفنا دابا كلهم تيلعبوا على الاسم المنتخب الوطني وكلهم يد على يد في يد باش يلعبوا للمجموعه هادي وهادي هو اول حاجه اللي غنقول لهم لان ديما المجموعه تتربح اللاعب ما تيربحش المجموعه تتربح ما نلعبش داكشي اللي كما تنقولوا فردي وكما تنقولوا وقت الهجوم وقت الهجوم وقت الدفاع الدفاع أي, و أي لاعب يركز على المكان ديالو ما نقدروش نلعبوا بالفرقه كلها رقم 10 ما نقدروش نلعبوا بالكره الفرقه كلها مهاجمين يعني كل واحد عنده الدور ديالو الى عرفوا اللاعبين بان دور وسط الميدان دفاعي راه عنده قيمه كبيره غنوصلوا إذا عرفوا مدافع باننا يعني راه مدافع خصني ندير العمل ديال المدافع غنوصلوا نوصلوا ان شاء الله للنصف النهائي لان الى اللاعبين كلهم بغاو يدوا الاسم ديالهم بغاو يدوا النمره ديالهم ما غنمشيوش يعني المجموعه هي اللي غتربح بان زكريا وصل هذه المعلومه لان ديما المجموعه هي الفريق ماشي لاعب هو اللي الفريق واكيد ان كره القدم سي محمد واحد لو واللي ولي او الرياضه الجماعيه لا في هذا السن هذا تيبغي لاعب يبغي يدير الاسم ديالو تيبغي يدير ولكن تنظن هذه كانت عندنا واحد المشكله في, في, الكره المغربيه اللي كنا تنبغيو ندير العشره كنا تنبغيو ندير هذو كنا تنبغيو الباس الاخر تنظن بان بدو شي طورات لا تطورت الكره لان تنشوفوا دابا احصائيات بعد كل مباراه تي توصل لاعبين احصائيات كل مباراه كل لاعب في المكان ديالو تنعطيه بان راه المكان ديالك كنتي انت أخى احسن لاعب في المباراه انت في المكان ديالك اش حققتي ديال الكوارين الممرر ممر الاخير شحال مره من, من 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 تمرير ديال الهدف انت ك كظهير ايمن شحال مشيتي سونطريتي من كره شحال من كره ريكيبيريتي شحال قطعتي من المسافات يعني هذا الشيء ولا في الكره الحديثه ولا كل لاعب عنده المكانه ديالو وعنده السيفي ديالو في اخر المباراه صحيح ونمشيو مره اخرى ونتفاعلوا مع بعض المعلقين سي محمد هذا ايوب مظلوم تيقول كي كي المنتخب التونسي كيف كيفاش كيلعب وعن طريق الانديه ديالو نتمنوا ان المنتخب الوطني المغربي ما يطيحش في الفخ ديال الطريقه ديال اللاعب اللي كيعتمد على المنتخب التونسي والانديه التونسيه بشكل عام. هادشي اللي قلت لك بان المنتخب التونسي تيبان لك بانه منتخب ضعيف، منتخب اللي مستسلم ولكن هو كما تنقولوا تيجيبك عنده باش تخو المساحات، علاش يعني قلت لك انا بان كل لاعب خصو يعرف يلعب يلعب الدور ديالو اللي قال ليه المدرب ديالو ماشي انا تنشوف بان راه يومنا اليمنى خاويه خاصني نطلع وندير وهم هما تي تي اللي تيستغلوا تيستغلوا المساحات يكون عندهم لاعبين اللي صراع وواحد حاب يطوي تيلعب ويديفيو عليه وتيمشيو تنظر بان المنتخب التونسي تلعب واحد الخبز كره هو بحال الكره الايطاليه واخا الكره الاطيط دابا شويه في العقليه ديالها ولكن هما باقيين نع... تن... تن... تنشوفوا تنتفرجوا في الترجي نشوف المنتخب التونسي ولا الفرق التونسيه تقدر يقدروا يربحوك في, في تيران وتربحهم حتى في التيران ديالهم لانهم ما تيخرجوش يلعبوا الكره ماشي هما اللي تيديروا ماشي هما اللي تيديروا الايقاع ديال المباراه تيتسناوك حتى ديال الايقاع وتخلي لي سباس ####صحيح... أولا شتي المباريات ديال المنتخب المنتخبات# المنتخب التونسي أولا شتي ديال الفرق ديالهم ديما إلا شتي في النتائج ديالهم ديما تتلقاو جاي بين نتائج الإنتصار خارج الملعب ديالهم... صحيح ربما محمد من بين نقاط قوة المنتخب الوطني المغربي هو عدم تسجيل أي هدف في مرمى المنتخب الوطني المغربي وهذا يدل على أننا ربما نتوفر على دفاع قوي وكذلك حارس قوي وكنعرفوا أن اللغة الحديثة والكرة القدم الحديثة هي المدافع الأول هو المهاجم فكل شيء كيدافع على تن... أن المنظومة كلها آه المنظومة المنظومه الدفاعيه ديال المنتخب الوطني اللي قويه لان المنظومه تبدا من المهاجم اذا كان المهاجم حنا نضرب كرة نهدروا بالدارجه ديالنا الى الكره في العافيه غادي تنقص تنقص وسعد المدافعين ويا ناقصه السخونيه ديالها الا خليتها هي سخونه تتوصل عندك حتى ولكن الا المهاجم برد شويه والميليو حتى هما تصعد المدافعين حيت اول تغيير في المدربين الا شتي كاع في كره القدم اول واحد تدير ليه تغيير هو المهاجم ولا وسط الميدان ما تقدرش دير المدافع المدافع من غير لا تصاب ولا توعات ولا كما تنقولوا لان المدافع هذيك المنظومه الرباعيه تتكون عندهم تيكون عندهم واحد الانسجام بيناتهم ما تقدرش تغيره. تقدر تغير وسط الميدان تقدر تغير مهاجم تقول ليه خدم وقت ما عييتي تتهز يدك تغييرات الكره الحديثه تصدر على المنظومه الدفاعيه لان الدفاع من اول هجوم تصدر على المنظومه الهجوميه اللي من الدفاع، إذا كانوا عندك لاعبين تيعرفوا يخرجوا الكره وتيعرفوا يلعبوا راه توصل للمرمى، إذا كان لاعبين تيلعبوا طويل راه ما تيعرفوا طويل يشدوا كما تنقولوا حنا وشتت الكره في المكان ما, غت... ما ما غتبداش، لأن الكره تبدلات دابا ولات المنظومه الدفاعيه تبدا من المهاجم حتى المرمى ونفس الشيء المنظومه الهجوميه تبدا من الحارس للمهاجم. صحيح هذا الشيء اللي كاين متفق معك محمد ان كرة القدم الحديثة فأصبح المهاجم وأول مدافع مدافع سي محمد نكتفي ربما بهذا القدر آه ال... أنت أنا. نمشيو <applause> سبحان الله هذا القدر من البرنامج اللي تحدثنا من خلال و... من خلال هذه الحلقه حول فوز فريق الرجاء الارادي على اتحاد طنجه برسم الجوله السابعه لحساب حساب منافسات البطوله الاحترافيه وكذلك تحدثنا حول مشاركه المنتخب الوطني المغربي في كاس امم افريقيا لاقل من 17 سنه واللي كتقام حاليا بموريتانيا والمباراه اللي كتنتظروا يوم غد الجمعه امام المنتخب التونسي نتمنى كل التوفيق للعناصر الوطنية والإطار الوطني زكريا عبوب الذي يشرف على هذه الفئة أو كل التوفيق لمرة أخرى للمنتخب الوطني المغربي الأقل من 17 سنة مشاهدي الكرام قبل الختم كما أشكركم أنتم على حسن المتابعة والشكر وكل الشكر للطاقم قناة شفتي لكي من هنا الخفاء اللي كيامنوا لنا هذا البث المباشر تحت إصرار المخرج الشاب <applause> أسامة زين الدين المنحدر من منطقة أقلموس تحية لسكان هذه المنطقة وكذلك للمخرج ديالنا الشاب أسامة زين الدين دعم كرام نلقاكم يوم غد الجمعة لحساب نفس البرنامج وكذلك لحساب نفس القناة قناة شفتي في ذلك الحين تقبلوا أنا مني أنا محمد رضا أطيب الموت